السلام عليكم أحبتي في الله، متابعي وزوار مدونة جديد المواقع في درس جديد وحصري على قناتكم. ها نحن نعود إليكم بعد غياب أكثر من 4 أشهر، لكن الحمد لله إن شاء الله سنعود إليكم عدنا إليكم بحلة جديدة مليئة بالجديد والحصري، و نرجو ألا نخيب ظنكم. أولا أشكركم على جميع التعليقات وآسف على عدم الرد، لأنني كنت بعيدا في الحقيقة كل البعد عن الحاسوب، كانت فقط أعمالي بالهاتف ومتابعة من بعيد فقط، لذا أرجو أن تتقبلوا اعتذارنا. قبل الدخول في تفاصيل حلقتنا، كما كل مرة أدعوكم للاشتراك في قناتنا بالضغط على زر اشتراك أو أبوني أو سبسكرايب على حسب لغات استضعاف في قناتك، كما أدعوك أيضا لتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد القناة. أدعوك أيضا للاشتراك وأؤكد لك على الاشتراك، لأنه القادم سيكون غير متوفر على الساحة العرب، لهذا أدعوك وأؤكد لك على الاشتراك ولن تندم بحول الله. اليوم بحول الله أتيتكم بموقع يبحث عنه الجميع، فكما سمعنا غالبا عن جميعنا سواء الذي يعمل أو يتابع الأخبار ويعمل على الإنترنت وما إلى ذلك، أو الذي لا يعمل، حتى أمهاتنا وأباؤنا وحاليا أصبحوا يعرفون العملات الرقمية. لذا أحببت أن أضع لكم هذا الفيديو أو أعود إليكم به، وأريد أن أشارككم هذه المعلومة. جميعنا يبحث عن طريقة لربح العملات بدون جهد يذكر، من خلال ربح من خلال جهازك فقط تركه يعمل وربح المال. بعض العملات التي انتشرت في الأواني الأخيرة حاليا تساوي 0.0004 أو 3 أو 2 دولار، إذا لو قمنا بتعدينها الآن سوف نحصل على 1000 منها أو 2000 على حسب قوة جهازك وعلى حسب الوقت الذي أنت تعمل فيه. لهذا أتيت إليكم بالموقع الذي يدعى إنيمينيبل، كما تشاهدون هنا لديه جميع، أو يمكن أن نقول جميعها، العملات الرقمية المعروفة والغير معروفة. كما تشاهدون هنا يكثر الحديث في الأخير على عملة أبيتي ترون، ترونيك هذه عملة توكن، بي أم بي، بي سي اش، بي تي جي، بيتكوين، دوج كوين، الإيثريوم، وهناك العديد من العملات التي يبحث الجميع عن تعدينها. كما تشاهدون هنا اختر أي عملة تريد وابدأ في التعدين. كيف نقوم بالتعدين؟ يجب عليك أولا الذهاب إلى داونلود، تحميل البرنامج من هنا، بعد تثبيته في جهازك يظهر لك على هذه الطريقة، ثم تعود بعد تحميله سيظهر لك بهذا الشكل كما تشاهدون هنا، سيأتيك بهذا الشكل على ملف وينرار، نقوم بفتحه. الطريقة سهلة جدا 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 جدا، نسيت خطوة، وهي يجب عليك إيقاف الأنتي فيروس، ولا تخاف له ليس هناك مشكلة، بطبيعة الحال أي شيء يتطلب العمل على CPU والرام لا يقبله الأنتي فيروس، لا خوف عليك من هذا البرنامج فهو آمن للغاية، فقط الطريقة هذه تعمل على الحاسوب فقط ولا تدعم الهاتف. كما تشاهدون هنا تضغط على نيكس، هنا تختار سواء تريد بالكارت جرافيك أو بالسي بي يو، إن كانت كارت جرافيك لديك عالية أكثر من 3 جيجا يمكنك بدء التعدين عليها، أو السي بي يو، هنا تختار العملة التي تريد التعدين عليها، أي عملة تريد كما تريد، مثلا أنا اخترت هذه بي تي تي، و
وتضع هنا عنوان محفظة البتت من خلال تسجيل في أي موقع يدعم هذه العملة، سيوفر لك عنوان محفظة، ثم تضغط على ستار وهو قد بدأ في التعديل. فما عليك الآن سوى تركه يعمل. كل ما كان جهازك أعلى مواصفات كل ما كان ربحك أكبر. وضع كما قلنا جهازك يعمل وتمتع بربح بدون جهد سوى حاسوبك سيعمل عليك. إلى هنا انتهت حلقتنا، نرجو أن تكون خفيفة، طلة خفيفة ومفيدة عليكم. نرجو أن نلتقي في حلقة أخرى. كما قلت لا تنسوا الاشتراك والدعم والإعجاب بهذا الفيديو، لأن القادم كما قلت أفضل وأفضل وأفضل. وهناك نقطة أخرى، بأنني سأقوم بعمل سلسلة لنشر المواقع المفيدة بشكل أسبوعي. سأترك لكم الخيار في اختيار اليوم، سواء الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس، واحد من هذه الأيام سنقوم بنشره. إلى هنا انتهت حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.